السلام عليكم مشاهدي قناه لسه تي في، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ميكروفوت. اليوم خرجنا باش نسولو جماهير وداد الامه على التوقعات ديال المباراه المهمه اللي غادي تجمع الوداد البيضاوي امام النهضه البركانيه هناك ببركان، واللي مفروض على الوداد ينتصر فيها باش يبقى في مطارده فريق الجيش الملكي. يلا معنا. السلام عليكم. السلام عليكم. الوداد من بعد الانتصارات الاخرى بعدا واش قنعك الاداء ديال الوداد ولا لا؟ الاداء كاين، انا مقتنع بالاداء ومقتنع بهذا المدرب، غنمشيو ابعد نقطه في عصبه الابطال، ولما لا نحقوا لقب البطوله ان شاء الله. واخا الان الوداد في البطوله كيف قلت انت، الوداد في الرتبه الثانيه كيطارد فريق الجيش من اجل لقب البطوله، عنده ماتش مهم في بركان، شنو الراي ديالك امام النادي البركاني؟ ومقابلة فريق الوداد فريق النهضه البركانيه هي مقابله صعبه، كنتمنى السي المدرب يدخل لنا الدوزيام ايكيب حيت باقي تابعهم مقابل بيترو ومقابل فيتا كلوب رحلتين شاقتين، يجرب الدوزيام ايكيب نشوفوا حتى هما شي يعطيو بحال اللعاب اللي كاين بريمير ايكيب، وان شاء الله غيكون الخير وانتصر على فريق النهضه البركاني بتيجوز غير. شنو النتيجه كتحل النتيجه كتوقع اللقاء؟ مقابل فريق النهضه البركانيه جوز زيرو ان شاء الله. بارك تبارك الله عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. الوداد امام النهضه البركانيه في بركه، ماتش ماشي سهل، كنعرفوا النهضه البركانيه ولي كرون ماتش اللي كدير مع الوداد ومع الرجاء ومع الانديه الكبيره، شنو الراي ديالك في هذا اللقاء؟ اخو اللقاء خاص يكون مستوى، خاص اللاعبين يكونوا دايرين مزيان، يلعبوا مزيان، ما يحسبوش راسهم بحال ستوندونو، ويحسبوا راسهم مع الجماهير، فهمتي؟ خصو يلعبوا كرتهم بحال الخلا بالاسم الكازا. واخا النتيجه كتوقع اللقاء ان شاء الله؟ النتيجه غادي يكون شي 2-1 ولا شي شيء. المهم الفيكتوار. صافي. النتيجه. تبارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الوداد بركان، الوداد مفروض عليها تنتصر باش تبقى في المطارد. هذيك بيان سير، هذيك الوداد حنا فرقه كنامنوا بها، والوداد ان شاء الله راه هي البرومي انا ديما. تبارك الله. النتيجه كتوقع اللقاء؟ اللي كنتوقع اللقاء ان شاء الله غادي تكون شي 3-0. تبارك الله عليك. الله يبارك خويا، الله يحفظك، ديما حمراء. تحيه ديما حمراء راه بالدم. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. وداد بركان. وداد بركان ان شاء الله المباراه ديال غدا غادي تكون الفريق الوداد البيضاوي. متاكد؟ متاكد ان شاء الله، ان شاء الله غدا غادي نردوا الصرف البركان. واخا النتيجه كتوقع اللقاء ان شاء الله؟ ان شاء الله 2-0. واش كتشوف بلي الجماهير الوداديه غادي ديبلاس البركان؟ ضروري ضروري الديبلاسمون، ضروري الديبلاسمون، تقريبا كاع ولاد دربنا وهذه ضروري الديبلاسمون مع الوداد فين ما مشات كتبعوها. ودادي حقيقي صراحه من هضرت. الله يحفظك ليا خويا، الله يكبر بك، وديما وداد وتحيه ولاد دربنا الزيرو كاب. الله يحفظك. عمل القبيحه. الله يحفظك. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور، منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.